بس يا احمد ان انت عندك يعني سيمفونية صح؟ والله في فرح معدي تحت البيت، عامل ايه طيب؟ عامل ايه؟ الله يكون في عونك، الله يكون في عونك. علشان كده مش عارف اتكلم. ماشي يا جماعة. لا ما احنا كلنا عندنا، متهيألي كلنا يعني أغلبية الناس تلاقي مثلا إيه، في كده ناس تلاقي سبحان الله بتيجي في الأماكن في الأوقات اللي أنت عايز تبقى بتتكلم كلام مهم وبتعمل كلام حاجات مهمة، ويجي بقى ايه يقعد يعملوا اصوات تحتيك يعني. الله اكبر، يعني هو ده اللي حصل دلوقتي. انا بيحصل معايا دايما عشان انا بشتغل ورك فروم هوم، فلا ما شاء الله المكالمه بتبقى معايا بقول لك ايه، وحد معدي بقى كده ما شاء الله بقى بتاع بديله بتاع وانا اي بحمد حاجه. ربنا. بصي انا بحمد ربنا اولا ان انا ما اشتغلتش ورك فروم هوم، يعني الاوبشن ده احمدك يا رب واشكر فضلك اللي انا ما يعني يعني انا في مره العلم بس بشيء. ونفتح الشير سكرين ونقول الو برضو، بس اهو نجيب ده كده خالص ونفتح ده بس كده. اللهم صل على النبي. بصوا بقى يا جماعه، ده الشكل اللي احنا كنا متعودين عليه من المره اللي فاتت، اللي هي العربيات والحاجات دي كلها، صح كده؟ لا قولوا لي صح بقى. اه صح قولوا لي صح، ما ينفعش والله، يعني احنا فاكرينها من المره اللي فاتت. تمام صح معاك. ماشي بص مره، ماشي خلاص، ماشي يا احمد، ماشي. بص يا احمد مش لازم تفتح المايك، خلاص انا كده فهمت انت عندك ايه، الله يكون في عونك يعني. فالمهم يعني نتوكل على الله. ده المره دي انا ده انت ما معلش يبقى احمد، انا اسف انا اللي غلطان. بص يا جماعه، هنيجي هنا ونبتدي ناخد الافكار اللي احنا عملناها المره اللي فاتت. المره اللي فاتت كنا عاملين افكار ايه؟ ان احنا قلنا ممكن ناخد كذا حاجه، يعني مثلا كانت ساره وندى المره اللي فاتت كانوا شغالين معايا زي الفل، وكانوا بيتكلموا معايا اللي احنا مثلا ايه، ايه رايك مثلا ندى ان احنا مش لازم ترد عليا انا عارف اللعبه، ايه رايك ان احنا نبتدي انا هاخد مثلا الريجن دي، يعني انا هعمل بيفت تيبل على الريجن دي. فهنبتدي ازاي؟ هنيجي نقف في اي حته في الجدول ده كده اهو كده، ونيجي نعمل انسرت وبيفت تيبل، هيعمل لي علامه اللي هي العلامه المنقطه دي اللي هي الخط المنقط ده كده، ويقول لي انت عايز الرينج ده او الجدول ده نعمله في نيو ورك شيت ولا في شيت ده، يعني في نفس الشيت ده. قلت له انا عايزه في نيو ورك شيت، اول ما ادوس هنا يظهر لي ورك شيت 2. هنيجي هنا كده ونروح قافلين دي كده، وناخد اللي هي الريجن دي اللي هي اسمها الريجن، هناخدها هنا كده الريجن اهي، هيبقى في الرو الريجن اهي، الدمام وما اعرف، بس دي كتيره دي. لا انا عايز حاجه صغننه يعني، عايز حاجه اللي هي دولت زي دولت كده، دولت اربع اشخاص اهو كده. هناخد نشيل دي وناخد الاوريجن دي اهي، اوريجن اهي، وناخد ناخد ايه، حد يا جماعه يفكر معايا ناخد ايه معاها. ونقول الو، بسم الله. ممكن لير؟ نعم لير مثلا. سنة هو انا ليه حاسس انت بتتكلم من مايك بتاع في المحاضره؟ لا خالص. هو ثواني يا عيسى، هو انت اللي كان عندك مشكله في المايك المره اللي فاتت؟ لا انا للاسف ما حضرتش المره اللي فاتت، كان عندي مشكله في النت اصلا، خلاص كان النت نفسه مش شغال. تعالى معانا في اللقطه دي، هتقول لي نختار ايه مثلا؟ ماشي، احنا قلنا لسنه مثلا الير، ما هو هنختار الير بس هنختار ايه معاها تاني؟ يعني مثلا ايه رايك نختار الديزل والجاز والهايبرد؟ ايه رايك في الحته دي؟ اللي احنا نقول ايه، ماشي، كام جاز، كام حاجه جاز وكام ديزل وكام هايبرد في المناطق دي، هنحطها هنا كده. وهناخد الحته دي اسمها ايه، الجاز والهايبرد دي اسمها ايه، الفيول تايب، الفيول تايب اهو. اسف انا عندي مشكله من الصوت. ماشي عايز الفيول تايب اهو، فيول اهي كده، هيبقى التوتال بتاعهم، يبقى توتال الفيول اهو. ودي في الجولف عربيك او اللي هي منطقه الخليج والازهر والسعودي والكلام ده، دي موجود. بصوا بقى يا جماعه، بقى اللقطه دي هتبقى حلوه جدا. احنا دلوقتي عملنا
الشكل ده. فاحنا عايزين نعمله كحاجة بقى ايه، حاجة اسمها داتا فيجواليزيشن. اللي هيعملها يا جماعة انا يعني هدي له محاضرة لوحده فري لو كتب لي داتا فيجواليزيشن دي. هي داتا طبعا سهلة لكن فيجواليزيشن دي صعبة يعني. المهم بس ما حدش يا جماعة يستخدم الاوتو كوركت بتاع الكيبورد اللي بيكتبها على الموبايل او اللي هي suggesting words، يعني عشان ايه نبقى فاهمين يعني. الداتا فيجواليزيشن دي ان انت تقدر تظهر شغلك بطريقة مرئية اكتر بدل ارقام. فهنيجي نعمل ايه؟ هنيجي هناخد دول كده نخليهم هنا كده، يعني ناخد دي كده ونحطهم كده فوق شوية اهي، ونحطها فوق شوية، ونيجي هنا كده وندوس على كلمة insert. insert اهي، وكل ده ظهر اهو. بصوا شايفين دي يا جماعة، دي الداتا بتاعتنا. دي الداتا دي بقى احنا نختار ايه؟ بصوا الاربع اماكن دي بتبقى بتدل على سيطرة كل منطقة في، يعني سيطرة كل منطقة. يعني مثلا عندك لو احنا عملنا مثلا صورت من اعلى لاقل، يقول لك ان السعودي اكتر اماكن فيها عدد عربيات وعدد استخدامات العربيات. فهمت قصدي ايه؟ فاحنا احنا ممكن بقى نجيب بقى الجاز دي برضو الفيول تايب دي كده تبقى دي افضل بكتير قوي. يعني انت عندك مثلا ايه، تلاقي كده بقت افضل، كده بقت شكلها افضل، بقت سعودي. عندك الديزل بتاعها في 51، انت اللي الديزل ده اللي هو الجاز، والجاز الديزل ده لا حاجه تانية كده، والجاز 4800، والهايبرد كذا، والجولف نفس النظام، والازر نفس النظام، وهكذا. فانت بقى عشان نحسبها ازاي؟ بص عشان بس نشيل ال don't show so دي بس نقفلها دي. هنعمل ايه؟ هنيجي هنا وندوس insert، ونيجي عند دي الباي، دي اهي الباي اهي. تمام، بسم الله بقى اهي، بسم اهو بس كده. تعالى بقى كده يا عم الحاج اهو، يقول لك دي الديزل والجاز فيول والهايبريد. هو احنا اخترناها على ايه؟ انا عايز كله اهو. insert، نعلم عليهم كده الثلاثه كده اهو، ونختار دي اهي، دي الفيول تايب. وطبعا احنا نقعد، لا انا عايز تبقى اكبر شويه، ثواني الديزاين الديزل ما اعرفش، لا انا عايز اللي هي تظهر التلاتة، انا مش عايز دي. طب تعالوا نعكسهم كده لحظه، بعد اذنكم يا جماعه لحظه معلش، عشان انا ممكن انا اللي اتلخبط. نخلي الفيول تايب هنا، ونخلي الاوريجن دي هنا، بحيث ان هي تبقى الديزل فيها سعودي عربيا وهكذا، يعني نعكسهم بس. ونيجي نعمل انسرت، ونيجي نعمل دي كده وكده. لا اله الا الله، ظهرت لي سعودي. ما هي الفكره طب استنوا نخلي insert recommended charts لحظه، عشان هي البدايه كده بدايه جميله يا جماعه وموفقه بالصلاه على النبي يعني. فاحنا عايزين ايه بقى؟ احنا المفروض نلاقي الجولف والسعودي. هو جايب لك الديزل، حجم الديزل في السعوديه. طب وبقيه المناطق مفيش. طب ده ايه ده بقى؟ نعملها ازاي دي؟ طب نحلها ازاي؟ دي سعودي. طب نجولف، لا بقى. يبقى نخليها، يبقى دي مش تنفع الباي تشارت اهي. نفك بقى الفلتر ده كده، ومش هتنفع دي. يبقى هنعملها دي، ونخلي الانسرت يبقى بالمنظر ده. ايوه بالظبط كده. انتوا معايا كده يا جماعه ولا؟ انا اسف يعني، معلش ان انا تهت معاكم بس في الحته دي. مع حضرتك. بصوا يا جماعه، في كل منطقه فيها ثلاث حاجات، فاهمني؟ فكل سعودي فيها ديزل وجاز وهايبرد. فلو تلاحظ بصوا، اللي هي نص دايره، كانت الدايره بمعنى اصح كانت جايبه الدوله الواحده بالنسبه ليها فيها ايه، يعني ايه الحاجات اللي هي فيها بالنسبه للاكبر. بالظبط تمام. انما الشارت كده هي هي هيظهر كل الدول وكل حاجه فيها ايه. بالظبط انا فاهم، بس هي ما كانتش الباي ما كانتش مبينه قوي يا عيسى، يعني ما كانتش مبينه قوي، يعني كانت مبينه ان اكبر دوله هي السعوديه، فكله كان مختفي في النص، فاهم؟ ما كانتش ظاهره. فانا بصوا يعني ده اول حاجه كده بالصلاه على النبي، دي كده منظرها مش حلو بصراحه، ما تزعلوش مني. فاحنا ايه، نعملها بحاجه ثانيه تبقى حاجه افضل شويه. تعالوا نعملها على الكالر، على الكالر، ونختار ايه اكتر العربيات اللي فيها الكالر.
هنيجي انسرت بيفت تيبل ونخليها في الاكزيستنج دي الاكزيستنج وننقلها هنا اهي تمام. وهنختار الكالر وهنختار برضو عدد الكالر برضو هنا ان هو يجيب لي عدد ونختار مثلا ايه اكتر اماكن فيها الكالر دي اللي هي ايه السورت اهي نخليها اهي largest smallest ونختار value filter فاكرين value filter دي والtop 10 لا احنا نختار التوب 5 اهي نقلل دي خالص. انتوا معايا يا جماعه؟ تمام اهو التوب 5. سامعني يا جماعه؟ ازيك يا هيثم اخبارك ايه؟ الحمد لله محمد عمري معلش السماعه عندي بس كان في مشكله. يا حبيبي ولا يهمك انا معاك. بص يا جماعه وهنيجي نعمل insert اهي نيجي نختار نقف على بص لو وقفنا هنا كده ونيجي نعمل انسرت ونختار الباي دي ايوه كده ده المنظر اللي انا عارفه ايوه بالظبط كده ايوه كده كده احلى كده بكتير. تمام كده يا جماعه انتوا كده معايا؟ تمام حلو كده. فايه بقى اللي هيحصل؟ بصوا بقى يا جماعه نروح عاملين هنا كده هنختار بصوا هنخفيها وراها هي كده هنخفي دي كده وراها تمام كده فاهميني؟ وهنيجي بقى هنا في الديزاين الديزاين بقى اهو نيجي بقى ندور بقى براحتنا ممكن دي احسن دي شكلها احسن وممكن كمان نلاقي حاجه زي احنا عايزين ايوه كده الانذر كلر دي هتبقى احلى وبعد كده نطلع نخليها كده ايه رايكم كده شكلها احلى صح؟ مساء الخير الكلام ده لو هيطبع الوان كده تمام حلو جدا. لما انت دور المديره انت عندك ايه؟ عندك توري له شغل كويس فاهمني اصلا؟ انا بعمل الحاجات دي بدي افرد دايما. انتوا معايا؟ تمام تظبطوا بقى ايه؟ يعني بص اهو تقف بقى ايه تظبط الالوان يعني مثلا كده كده تقف عليه اهي بص دي شكلها شيك شويه. دي كده ونختار دي كمان كده بقت احسن ممكن بقى ايه تروح مثلا ايه تلعب مثلا هنا شايف دي الكلام ده كده اهو تخليه باللون الاسود اهو كده بقت اسودت ودي مثلا تقف كده وتروح مكبره. انتوا معايا ولا لا؟ ايوه تمام. بصوا انتوا بمجرد بس كده عليه يعني تدوسوا دوسه بس واحده كده على الحاجه هيعلم لك على كل اللي شبهها فهمتني؟ وبعد كده تروح مثلا جاي مقلل مكبر مخلي الكلام يبقى بولد كده كده بقى شكلها افضل شويه صح كده. ممكن كمان نكبر بقى الدايره دي بتكبر الدايره دي اكيد بتكبر اهي لا دي ممكن نقسمها كده نصاص كده عشان ايه تظهر ال يعني كل حاجه لوحدها تبقى حاجه لوحدها كده اهي اهي. صدق انا اول مره اعرف ان هي بتفصل عن بعضها. انت عارف ان انا بحبك صح؟ حبيبي انا بعملها على فكره و بالظبط بغير فعلا في كذا حاجه فيها بس فعلا بتبقى عامل حساب ان انت تبقى الدنيا متقسمه كده او تشغل او ترجعها بقى تاني بقى اللي انت بقى ايه بس دي بتبقى اكبر عشان بس انا عندي بتبقى في حاجات بطلعها بنسب صغيره فبتبقى الارقام اصلا بتبقى اكبر من الشرط بتاع الجزء من الموبايل كده. حلو انت قلت انا بفصل خالص بتقول ايه؟ حلو جدا الحته بقول لك في حاجات بطلعها بتبقى اصغر من الشرط نفسها الارقام مثلا بتبقى اكبر من الشرط ده فيها. بص بقى انت ممكن بقى تصغر يعني انت بتبص عليها صغيره جدا واقفه كده بس وتقعد تصغر بقى ممكن بقى تاخد دي كمان تحطها في النص هنا كده يعني دي كده لوحدها اهي بس هي انا عارف الحته دي بس الحته دي انا افصل الشورتس عن بعضها دي الصراحه مش عارف كده زي الفل. بصوا ونصغر دي كده شويه كده ايه رايكم كده شكلها حلو صح كده؟ تعالوا بقى نخش على اللي بعديها اللي هي ايه يا استاذ هيثم اللي احنا عايزين ايه رايك يعني اديني كده فكره كده يا استاذ اعمل ايه اديني فكره نعمل ايه تاني يعني نطلع داتا ايه تاني من من الاسبوع اللي فات اوكي انا هقول انا وبعد كده انت فكر لي الفكره الجايه انت وعيسى خلاص عيسى بصوا يا جماعه ماشي اللينك هيفصل يا شباب صح بيقول لك لو خرجنا نخش على اللينك تاني خلاص ماشي. بصوا يا جماعه اللقطه دي انا هختار اول خمس عربيات في سنه
2019 او 2020 خلاص. هنيجي نعمل هنا انسرت، ركز في اللي انا بعمله دي، الموضوع ده حلو قوي. انسرت اهو، وبعد كده نيو، لا مش نيو بقى، ايه النيو دي؟ نيو انا عايزها في نفس المكان اللي كان بيجمعنا سوا اهو، اهو انسرت اهو واكزيستنج، وهنيجي هنا نروح حاطين الداتا هنا اهو خلاص، ونختار السنه، السنه فين فين السنه فين السنه، الير اهي، ونختار الميك اهي، ونختار اكتر عربيات عامله ايه، عامله مايل ايج، مايل ايج اهي اللي هي محققه عامله يعني اسمها مايل ايج دي اللي هي ايه، كيلو جرامات كيلو كام كيلو صح كده؟ صح كده، حاجه زي كيلو اهو. ونختار، بصوا يا جماعه هنختار اهو المايل ايج، مايل ايج، مايل ايج اهي، ونختار ونعمل اول خمس من اول 2019، احنا قلنا 2019 اهي، ونختار اول سورت تو، بقول لك ايه مش لازم سورت، احنا ممكن نعمل هنا كده ونختار توب 10، لا نختار التوب 5 اهو بس كده، ونقفل بقى نشيل. بصوا يا جماعه عشان تشيلوا الجراند توتال ده هندوس على الديزاين اهي، ونيجي عند جراند توتالز والاوف، اوف على الرو اهي، هيبقى كده مقفوله تمام. ونيجي هنا دي اكتر عربيات عملت مايل ايج، او اللي هي حاجه اسمها كيلو جرامات، مش يعني مايل ايج دي مش عارف ايه مايل ايج دي، بس اللي هي يعني حاجه كويسه اكيد يعني. فهنيجي نعمل اهو انسرت، نختارها ايه يا هيثم؟ انا هختارها دي بس اللي جايه بالجنب دي، بحب دي. ايوه بالظبط، حلوه دي تمام. ونخلي وننزل دي كده ونخليها جنبيها اهو، ونخلي دي جنب دي اهي كده هنا كده، ونروح مرجعين الشكل ده تاني اهو، ونرجع الشكل ده تاني اهو، ونصغر دي كده شويه اهي، ونخلي دي طويله كده شويه خلاص، ونعملها كده بالمنظر ده صح. وممكن بقى تيجي نقف بقى هنا يجيب لنا بقى الديزاين، الديزاين مثلا ايه اللي هو كده كده، الارقام، الارقام دي تبقى شكلها احلى صح كده. الارقام هتبقى كده شكلها، احنا ممكن نجيب بقى متوسط المايل ايج، تمام الارقام بيبقى اسهل شويه بالظبط، احنا ممكن نجيب متوسط المايل ايج عشان بصراحه شكلها يعني الارقام 700 دي كام، 61 71000 هو في يا جماعه حاجه اسمها بيعمل 74000 كيلو كده صح كده، دي امرها سهله يعني صح. دي العربيه المفروض ان هي تمشي مده قد كده تقريبا في السنه يعني بالظبط، كويس قوي او في الفتره دي، والعربيه بعد كده تروح النار. الله ينور الله ينور. بص اهو، بصوا عشان نظبط الكسور دي، الكسور اللي موجوده في الشكل ده هتيجي هنا كده، وهتروح عامل هنا كده اللي هي تقلل الكسور اهي، شفتوا الشكل كده بقى احسن، وتروح مثلا عاملها اللي هي تبقى ب ب ب ب ثواني بقى، نبتدي تاني خلاص كده. بصوا يا رجاله شباب، هو انت ضعيف ولا حاجه؟ لا انا معاك ماشي اوكي ماشي يا عم عايز تمام كده يا جماعه. تمام معاك تمام، لسه لسه شايفين الكسور، الكسور اللي كانت موجوده دي اللي هي كان فيه كده كسور كتير، بتيجي هنا كده بتيجي تعملها في البيفت تيبل نفسه، وتقعد تقلل في الكسور تقلل في الكسور، اهي بتبتدي تظهر اهي، فاهميني؟ يعني كده بقى شكلها شيك شويه، 74000 77000 وهكذا تمام كده. هنا ونروح قافلين برده، نروح مرجعين الشكل ده كده تاني، ونخلي الشكل ده كده خلاص كده، كده احسن دي كده احسن صح. ونقعد بقى نظبط في الديزاين، الديزاين اهو مثلا نخلي ايه مثلا ممكن احنا بقى ودماغتنا يعني اللي هو كده كويس، اعتقد الشكل ده كده كويس مش وحش. نيجي هنا بس كده نسود اللون ده عشان احنا كنا عاملين نسود اهو بالظبط اهو. بص كده يا جماعه اهي اهو الشكل ده كده اهو، احنا ممكن بقى نطول دي كده شويه عشان تبقى ايه باينه قوي يعني تبقى واضحه قوي كده. بصوا الكونكشن انترابشن كده معايا كانت معايا صح كده؟ الصوت بس انا عايزه بس الجزئيه بتاعت الجبنه المتوسط ازاي؟
انا اسف. انتوا كده شايفين كويس؟ الو حضرتك معانا كده؟ هو في مشكله عند حضرتك؟ هو ممكن، انا اسف، ممكن الانترنت فيه مشكله شويه بس اعتقد كده اتظبط. هل كده في مشكله تاني لو حصل؟ مش كان بيقطع بس كده تمام يعني. يعني كده رجع الدنيا الحمد لله اتحسنت شويه. صوت برضه الى حد ما بس لسه بيقطع شويه. بصوا هشتغل انا احسن من الـ من الـ الداتا وهنشوف يعني. بس كده الدنيا اتحسنت شويه يعني، كده اتحسنت شويه صح كده؟ كده صوت واضح قوي الحمد لله. ماشي نكمل بقى. معلش انا هبعت كده يعني ثانيه بس كده، لحظه بعد اذنكم. ماشي كنتوا معايا كده يا جماعه؟ نتوكل على الله. كده احنا عملنا حاجتين، كده احنا عملنا دي او ممكن بقى نكتب بقى مكان التوتال دي، نكتب مثلا ايه color per region، color ليه ال بير لا بير كارز بير كارز بير كارز لا most colors cars car used او used in car used in car used in cars صح كده؟ دي هتبقى اكتر ال الكالرز اللي بتستخدم في العربيات دي كده اول حاجه صح كده يا جماعه. وهنا بقى نختار ايه هنا مكان 2019 هتبقى توب 5 كارز ان 2019 صح كده؟ معلش انا حاسس الدنيا قطعت خالص. لا تمام مع حضرتك معايا تمام. الفكرة التانية نختار فكرة ايه تاني مثلا؟ ايه اكتر عربيات اعلى سعر؟ اعلى سعر كويس قوي او صح اعلى متوسط سعر بالظبط. نيجي نعمل insert، هنيجي هنا pivot table نخليها في الاكزيستنج وننقل الاكزيستنج دي هنا كده تمام ونحطها هنا كده اوكي. وهنقول له اكتر عربيات اعلى سعر الميك اهي، ونخلي في سنة كام مثلا، نخليها مش لازم السنة يعني، نحط السعر اهو البرايس بس نخلي متوسط السعر بقى متوسط سعر افريج اهو. ونعمل اهو نيجي هنا نفلتر وحاجه اسمها فاليو فلتر اهو، نفلتر وحاجه اسمها فاليو فلتر. وهنيجي نعمل التوب 10 نختار بقى ايه التوب 5 التوب 5 اهو بالافريج خلاص كده تمام كده يا جماعه. هتلاقوا في الكسور دي، الكسور دي بقى نبتدي ايه نقللها، نيجي هنا كده بالهوم ونقعد ايه نعمل كده 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 نضيع الكسور خالص، ونعمل الكوما دي عشان يبقى ايه 376000 وهكذا. انتوا معايا صح؟ اللي معايا بس يقول لي اوكي. تمام هنروح وهنعمل كده وهنيجي نعمل بقى انسرت. انسرت دي هتبقى ايه؟ انسرت هتبقى بايه؟ تعالوا بقى نشوف الريكومندد شارت. الريكومندد شارت اهي لاين بار اريا. طب الطول مش ممكن تقولي اللي كان بيطلعني في الكوماند شورت في الغالب يعني ده انا عايز اللي طلع لي هي اللاين اللي هي الكولوم او الكولومز اللي هي في الغالب بيطلعها لي كده. ماشي يعني مش فاهم يا هيثم، يعني انت عايز مثلا نحسبها مثلا كده مثلا مثلا كده يعني مثلا نختارها كويف كويف كاريا كده مثلا كاريا كده نخليها بالمنظر ده اهو وندوس اوكي هتبقى بالمنظر ده اهو ونحطها هنا كده. عارف المنظر ده زي ايه؟ منظر يا هيثم زي منظر ال عارف انت ويندوز 8 ويندوز 8
ويندوز 8 لو تشوفه هتلاقي فيه ايكون كبيره وايقونات صغيره جنبيها. احنا بصوا بقى يا جماعه عشان نشيل بقى، عشان انا ببعت بقى لما ببعت مثلا ابعت ريبورت اعمل ايه؟ شايفين التايلز دي او اللي هي المربعات دي، في هنا حاجه اسمها فيو، فيو هتيجي هنا كده، وحاجه اسمها جريد لاينز، اي جريد لاينز هنعملها كده تتشال، ونيجي هنا نخلي دي نخليها اللون بتاع الخلفيه كله مثلا، خلفيه مثلا باللون نخلي مثلا خلفيه لون ايه مثلا، لون كده مثلا، بحيث ان هو نعرف نفرق بالظبط اهي كده، ونقلل دي كده اهي، اهي كده اهي بس كده اهي، واهي اهي اهي اهي. ايه رايكم يا جماعه؟ اهي واهي تمام كده اهي. بصوا يا جماعه اهو ده المنظر، هو كده جميل. احنا ممكن نزود اكتر من كده، يعني ممكن نخلي مثلا داتا ايه، حد يديني اي فكره ثانيه، يلا بسرعه بسرعه. عايزين اكتر عربيات اتباعت كل سنه، عملناها في البرايس، عملناها في البرايس اهي. لا استنى بقى، في استنى 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 اللي هي دي، عشان بس نكتبها توب 5 كارز بيزد اون او برايس، توب 5 كارز برايس او اكتر عربيات اتباعت في السنه، في السنه مش في المناطق معينه، في السنه لا انا قصدي كموديلات او اكتر براند اتباع يعني. نعم هي مش بتقول نظر اكتر براند اتباع، اكتر ما هو ده اكتر براند اتباع، يعني اكتر براند اتباع روز رويس دي. تعالى بقى نظبطها في الديزاين عشان نسينا نظبطها. طبعا روز رويس عمره ما يكون اكتر براند اتباع، عمره بيكون ده الاستاذ طبعا فعلا صح. ده انا مش فاهم في حاجه في العربيات، وعرفت ان روز رويس دي من يعني على فكره يا جماعه صح، لان بس بالشيء انا من الناس، انا هوايتي الساعات، الساعات الايد. انا يا جماعه مش عايز اقول لكم، انا حياتي كلها رايحه على الساعات. انا بشتري ساعات بارقام انتم مش متخيلين، مش 500 ولا 700، مش 700 جنيه يعني، ارقام خياليه. فيعني فالروز رويس دي انا عارفها كده حاجه زي الباتيك فيليب، لو انتم تعرفوا يعني ايه ساعات باتيك فيليب هتعرفوا يعني ساعه كده خرافيه يعني. فدي حاجه من ضمن الحاجات اللي انا عرفتها يعني عن الروز رويس. بصوا يا جماعه اهي، هنخلي مثلا الشكل ده كده، هيبقى بحيث ان الروز رويس دي ونخلي دولت كده نخليهم يبقوا فوق. تعالوا بقى فوق دي بقى نخليها ازاي بقى يا واد يا تقيل انت، تعالى بقى نخليها. بص نقعد بقى نظبط بقى كده اهي، وهو وهو اهو لا لا، احنا بقى نيجي نعمل هنا كده اهي، نعلم عليهم، نعلم عليهم تاني. ايوه اهي شايفين يا جماعه الفورمات ليبل دي. بص الفورمات ليبل دي بمجرد ما انت اهي دوست كده مش هتظهر، اهي ظهرت اهي فورمات ليبل اهي. الفورمات ليبل دي بقى انت بقى ودماغك فيها تقعد تلعب في الفورمات دي بالهبل. يعني مثلا ايه ممكن تخلي الالوان مثلا مثلا سوليد مثلا كلر اهي. بصوا بتلاقي الالوانات بتتغير اهي، الالوان اهي وتخليه مثلا باللون ده ابتدت تظهر اهي. تقعد بقى انت تلعب في الالوانات وتظبط في السايز وفي كل حاجه. يعني ده بيعجبني قوي الفورمات ليبل دي. احنا بقى عايزينها نخلي الفورمات ده يبقى اهي، انا بقى بنقعد نلعب بقى يعني فاهميني، اللي هو بقى ايه تقعد تدور وتقعد تظبطها. بصراحه الموضوع اهو، لا انا عايز اخلي دي كده اهي اهي، لا هي اكيد في حل كده ان احنا نعمل دي كده كلها اهي كنترول نخلي كل ده فوق. بس لا هي بتبقى كانت في الفورمات ليبل اللي انا بقعد اظبط فيها الهاي واللو والكلام ده، بس للاسف هو ده اللي انا بظبط. ثواني شادو ترانسبيرنسي ديستانس اهو، لا ده شادوز، لا مش عايز شادوز. سوفت ايدجز سايز ليبل اوبشنز، لا انا عايز ليبل اوبشنز دي. سيريس نيم دي التوتال كاتيجوري نيم، لا ليجند كي سيبريتور، لا بصراحه بصوا هي يعني انا بخليها كده يعني. انا بصوا بصراحه كنت انا بعملها فوق هنا، بس بصراحه مش هكدب عليكم انا مش فاكرها يعني، انا مش فاكر التشينج دي يعني، مش فاكرها بصراحه قوي يعني. دي حاجه من ضمن الحاجات. فكده احنا خلصنا
حته ان احنا عملنا ال ال الرسم البياني. بصوا بقى يا جماعه بقى انا هوريكم بقى حاجه حلوه قوي. بص يا هيثم، انت هيثم اكيد بتعمل الشكل ده صح كده؟ الو، هو في حد وقع مننا ولا احنا تمام؟ سوري انا بقول لك انا بعمل الشكل اللي فوق او الباقي اللي على الشمال، بس الشكل اللي فوق بعمله بالهيل الكولومز على طول مش بالعرض. الكل تاني كده يا هيثم معلش. في اللي هي التوب 5 كارد ان 2019. اه بعمله بالطول مش بعرض. ايوه بعرف بس اغير فيها ال بعرف بس اغير فيها النمبر تبقى بره الكولوم ولا جوه الكولوم ولا جنبيه او السايز بتاعها. مفيش مشكله تمام. بص بقى انا اوريك بقى حاجه بقى كده غريبه انا فعلا مش يعني فعلا هتعجبك يعني. بص يا جماعه دي اغلبيه الناس اللي بتبعت شكل الريبورت بالمنظر ده بتبعته كده يعني. لو انت وصلت المرحله دي فالمرحله دي كويسه جدا يعني ان انت توصل ان انت تبعت لمديرك الشكل ده، فالشكل ده كويس قوي. الشكل ده عارفين زي الباوربوينت كده، انتوا شغالين على الباوربوينت وعمالين تظبطوه تمام كده. تعال بقى هوريك على فكره احسن بكتير قوي. بص بقى شايفين دي كده، في حاجه اسمها انسرت سلايسر. سلايسر ده بقى الاختراع. تعال بس نقفل بس دي كده شويه. السلايسر ده بقى ايه؟ نيجي عند سلايسر انسرت سلايسر. السلايسر ده بقى انت عايزه بايه؟ بصوا يا جماعه دي الكلام الميك والتايب والير وكل دولت موجودين هنا. نيجي انسرت اهو موجودين كل دولت هنا كده تمام. فانت نعمل بقى السلايسر ده ازاي؟ هنجيب انسرت سلايسر اهو. هي تعمل زي فلتريشن شويه صح؟ لا ايوه بالظبط كده. وانا انسرت سلايسر اقسم بالله يعني اهو في الانلايز معلش انسرت سلايسر في الانلايز. هنيجي انسرت سلايسر اهو. تتوقعوا يا جماعه انسرت سلايسر دي بايه مثلا؟ اول حاجه السنه طبعا. السنه ايه تاني؟ السنه والدول الكلر عشان انا بقول لك انت عايز تفلتر بايه؟ الريجن الميك طبعا. ايوه تعالى بقى اوريكم بقى ايه اللي هيحصل. بصوا هم بفلتر بالحاجات اللي انا مطلعها في بص عايز انسرت سلايسر اهو. بص اهو اهو ركز بقى في اللي انا بعمله عشان الموضوع ده كبير قوي عايز تمام. وهنروح معلمين على كله كده عشان ايه اهو. ونعمل حاجه اسمها سلايسر سيتنجز. لا نيجي نعمل على فين لا اهي ثواني عشان بس ايه ثانيه اهو نفك بس دي كده اهو. ريبورت كونكشن اهي اهو. لا لازم تعملها واحده واحده. بصوا يا جماعه اول ما بتختار السلايسر ده كده هيظهر لك حاجه اسمها ريبورت كونكشن. فلازم تلينك. احنا عاملين ثلاث بيفت تيبل، واحده لدي واحده لدي واحده لدي. فانت لازم تعمل لكل واحد ريبورت كونكشن، لازم تربطه بالثلاث بيفت تيبل اهو. ده بيفت تيبل اهو اهو كده ناقصنا ايه ده. بص بقى بقى الموضوع ده جامد قوي. هنيجي في السنه. السنه احنا ما عندناش غير سنه كام؟ 2019 دي اللي عندنا بس، لان احنا ما اخترناش اكتر من سنه واحده. معايا بالظبط. ايه بقى اللي موجود؟ بص بقى لو احنا مثلا قلنا احنا عايزين نختار اللون البلاك، بص بقى ايه اللي هيحصل. البلاك كام ده كان واخد؟ بص البلاك في المازدا يعني البلاك اللون البلاك موجود في المازدا والهيونداي والدوج والشيفورليه. طب نرجع نفك الفلتر. طب احنا عايزين نختار ده بقى ده فكلي كل حاجه. طب احنا مثلا عايزين نعمل على الاودي ونختار بقى كذا بتاع اهو. اودي اهو الاودي. لا نفك دي كده اهو. اودي وكاديلاك وكريزلر. لا احنا عايزين كذا اوبشن اهو. دي لا كاديلاك وبي ام. بص يا هيثم شايف الشكل عامل ازاي؟ شفت الشكل اختلف ازاي؟ بص ما انت بقى بتختار يعني انت مثلا عايز تعمل سيلكت بسلكشن كانه فلتر يا جماعه كانه فلتر. طب نفك دي مثلا. احنا للاسف مش مختارين غير 2019. طب هل 2019 2018 اتسمع؟ 2018 اتسمعت اهي.
يعني احنا اصل انا بس كنت مفلتر على 2019 لكن ما كنتش جايب الداتا بتاعت 2019، فطبعا الداتا شكلها مرعب، فطبعا لازم تقلل او تقلص حجم الداتا اللي انت بتدور عليه. يعني مثلا احنا هندور على سنه 2018 اللون البلاك الاودي، نختار مثلا ايه اهي الاودي والك... لازم دي اودي وكاديلاك ودوج. بص المنظر بقى عامل ازاي. الاودي كانت عامله في التوب كارز في البرايس، كانت دي اعلى حاجه، الكاديلاك دي تاني، الدوج اقل حاجه. في التوب كارز برده نفس النظام، الدوج برده دي في الـ في الـ في الاسعار، في المايل ايج قصدي، دي في المايل ايج اعلى حاجه كانت الاودي، بعد كده كاديلاك، بعد كده قصدي دوج، بعد كده كاديلاك. حد فاهم حاجه؟ يعني الجدول التاني اللي عملناه ده بيفلتر جوه الجداول اللي احنا عملناها في البيفت تيبل. بالظبط بالظبط تمام. عايز اقول لكم الجدول ده بيتعمل ازاي اهو، هنيجي نعمل كده اهو، نرجع كده، احنا كده رجعنا خالص. تمام كده يا جماعه؟ الو سليم مع حضرتك. تمام احنا انا همسحهم عشان اعملها لكم من اول وجديد اهي، واهو واهو واهو، وهنعمل كده ونعمل يعني نشيله خالص. تمام كده؟ عشان نعمل السلايسر ده هنعمله ازاي؟ هنيجي هنا كده في اي حته في الـ في الـ في الداتا اللي احنا عملناها اول، تمام؟ اهو في الانالايز سلايسر، انسرت سلايسر. انت عايز عايز تفلتر على ايه؟ فاهميني؟ الو؟ تمام. نفلتر على ايه؟ هنفلتر على مثلا وليكن السنة، وهنفلتر على الريجن مثلا، لا مش الريجن، اوريجن اسمها الاوريجن، وهنفلتر على اللون وندوس اوكي. كده احنا اخترنا السلايسر ده، اسمه سلايسر، دي حاجة كده عاملة زي الفلتر اهو اهو، نخليهم كلهم ايه جنب بعض اهو واهو واهو. دي اللي انت بتفلتر، بدل ما تقعد تفلتر جوه الحاجة، يعني مثلا تختار الكالر هنا وتقعد تختار، وتختار هنا مثلا السنه وتقعد تختارها، لا انت ممكن تختارهم من هنا. فاهميني؟ او تمام كده واضح، كده واضح كده، كده بقت اوضح صح كده. يعني مثلا بدل ما تقعدوا تفلتروا هنا في الـ في الـ في الكالر، وتقعدوا تفلتروا هنا وتقعدوا هنا، لا هنا دي السلايسر ده حاجه كده زي الفلتر بس من بره. كده الكلام واضح جدا بصراحه. تمام. انت احنا بقى عملنا بيفت تيبل عشان ايه؟ البيفت تيبل اللي هو ورا الورق اللي هو البيفت تيبل ده، احنا عملنا كام بيفت تيبل؟ عملنا ثلاثة، ادي واحد اتنين ثلاثة صح كده؟ فلما احنا نعمل السلايسر ده اللي هو الفلتر، لازم نربط الثلاثة ببعض. يعني هنيجي نقف هنا كده، هيجي لي حاجة اسمها ريبورت كونكشن، لما اجي ادوس عليها هيقول لي لازم تربط، لازم اختار الثلاثه بيفت تيبل، لان لو انا ما اخترتهمش، لو انا جيت افلتر هفلتر في بيفت تيبل واحد بس. تعالوا كده نبص، ركزوا في اللقطه اللي انا هعملها. بصوا اهو، دي سنه كام؟ 2018. هاجي مثلا هاجي ادوس على 2020 2015، مفيش حاجه اتغيرت. اهي بصوا بتتغير هنا لكن ما بتتغيروش هنا، يعني بتتغير لو تلاحظوا هنا بتتغير. تعالى مثلا نبص مثلا على سنه 63، هتلاقوا دي بس اللي بتتغير اللي هي موست كولرز دي. فاهميني؟ عشان مش لينكد ببعض. بالظبط بالظبط، عشان نلينك الموضوع بايه، نيجي ندوس هنا وريبورت كونكشن، ونيجي اهو نختار الثلاثه دولت. تعالوا بقى نجرب بقى سنه 1964، شفتوا اتغيرت اهي مثلا. طب تعالوا مثلا نزود 2010، اتغيرت في الثلاثه اهو. خدت بالكم يا جماعه من اللقطه دي؟ فهنضطر ان احنا نلينك الموضوع كله، يعني ندوس هنا ونلينك ريبورت كونكشن ثلاثة اهو، نيجي هنا وريبورت كونكشن كده. بقى الفلتر ده الثلاثة دولت بقوا مرتبطين بالثلاثة دولت. تعالوا نشوف نعملها ازاي. تعال مثلا نختار مثلا سنة زي 2020 اهي، نختار منطقة زي منطقة جولف اربك، منطقة الخليج. ايه اللي موجود في منطقه الخليج؟ فاهمين قصدي يا جماعه؟ فاهم قصدي فاهم قصدي يا هيثم؟ فاهمين قصدي يا هيثم؟ تمام اهو. نيجي مثلا للون البلاك او البرونز مثلا،
كده الدنيا ضاقت بقى. الدنيا ضاقت بمعنى ايه؟ اللون البرونز موجود في السوزوكي وموجود في الليكسز. اما بقى الليكسز والسوزوكي معديين عاملين 9000 كيلو 8500 في سنه 2000 لا مش سنه 2019 دي تتشال بقى دي كده عشان التعديل بقى كده على الكل. فمين قصدي ايه؟ يعني انا مختار سنه كام؟ انا مختار سنه 2020 ومختار منطقه الخليج ومختار اللون البرونزي. فبقى سنه 2020 ليكسز وسوزوكي عشان انا طبعا مفلتر على الخمس عربيات. لكن لو انا مش مفلتر على الخمس عربيات تعالوا بقى نشوفها بقى كده اهي اهو اهو. تعالى بقى نفك الفلتر بقى. فكنا الفلتر اوكي. بصوا اللي هيحصل هنا اهو. احنا بقى مش عايزين بقى التوب 5، احنا بقى عايزين ايه؟ بس كده اهو. اهو نشيل دي كده اهي، نرجعها تاني كده ونعمل دي كده بالظبط اهو بس كده. فاهمين قصدي؟ تعالوا بقى نشوفها بقى كده. سنة 2018 مثلا، سنة 2018 نختار منطقة زي منطقة السعودية اهي، ونختار اللون الجراي. ايوه شفتوا بقى، شفتوا الشكل بقى عامل ازاي؟ بصوا بقى يا جماعة، اللون الجراي موجود طبعا في الاكتر خمس الوان في العربيات. واللون الجراي هنا موجود بص في كميه عربيات قد ايه. دي العربيات اللي حققت اعلى كيلوهات في او اعلى كيلومتر في، يعني اللي هي بتحقق اعلى كيلومتر صح كده. وتحت العربيات اللي اعلى سعر. طب لو انا شلت الجراي وخليته مثلا انذر كلر الدنيا هتتغير. طب لو انا خليته مثلا نيفي، نيفي ده لون تحفه اهو اتغيرت. طب لو انا مثلا ضيقت الموضوع شويه مثلا، طب انا عايز مثلا اعمل اختار العربيات اعمل انسرت كلر كده انسرت قصدي اسمه ايه سلايسر اهو سلايسر اهو نزود واحد كمان اهو ونخليه بالعربيه وندوس اوكي. وطبعا طبعا لازم نلينك العربيات ببعض، لازم نلينك قصدي السلايسر ده بالبيفت تيبل كله اهو اهو. يبقى انا بقى ممكن بقى ايه اخترت، احنا في سنه كام هنا؟ اخترت سنه 2018 في السعوديه واخترت اللون النيفي اللي هو الازرق. وهنختار بقى كام عربيه بقى؟ تعالى بقى كده اهو، مثلا نختار الهوندا والهيونداي اهو، هوندا وهيونداي والكيا مثلا كده. تمام كده يا جماعه. بصوا كده يا جماعه الموضوع على فكره كده بقى يعني بقى يعني التعقيد قل شويه. انا شايفه يعني حلوه جدا الصراحه الموضوع، بيسهل حاجات كتير. بالظبط كويس. ايه رايك ايه رايك يا ندى وايه رايك يا ساره؟ وانا ساره اللي بتكلم والله. معلش انا اسف. معلش انا اسف. انا قلت ايه تمام ونتكلم مع بعض عشان ايه؟ محمد الدنيا كانت كويسه كده. بس انا عندي بس سؤال. يعني اول حاجه خالص عملناها بيفت تيبل وبعدين والمربعات صغيره اثنين. انا مش سامع اي حاجه. الجداول الصغيره اللي هي الخطوه الثالثه. سامعني؟ اتكلمي كده تاني بقى. عايز اعرف انت جبتها منين من الاول خالص؟ يعني شورت بعد كده بيفت تيبل بعد كده لا انا بعرف الاسماء بس. ان اول حاجه احنا عملنا بيفت تيبل وبعدين عملنا تشارت اللي هي بتوصل لنا اللي احنا عايزينه في البيفت تيبل بس في حاجات معينه. وبعدين عملنا الجداول الصغيره دي اللي اسمها ايه بقى الاسم يعني سلايسر. سلايسر تمام. سلايسر يعني سلايسر كده اللي هو ناخد سلايس بيتزا. سلايسر دي يعني حته كده زي ايه حته سلايسر. بدل ما نعمل فلتر على، بصوا يا جماعه بدل ما نعمل فلتر كبير احنا نعمل فلتر صغنن. يعني بصوا ده فلتر على السنه بس، يعني ما تلاقيش اي حاجه تانية غير السنه. فاهمين قصدي؟ يعني في الفلاتر انت بتلاقي حاجات كتير، لا انت بس عامل فلتر على السنه بس، وهنا فلتر على المنطقه وهنا فلتر على اللون. فاهميني؟ ايوه في بيفلتر على الحاجات اللي تخص الشارتس بس. بالظبط يعني اختصار جوه اختصار جوه. لا 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 مش تخص الشارت. انا السعوديه دي البيف والجولف عربيك دي مش موجودين هنا، يعني مش موجودين في الشارت. في البيف والتابل اللي وراه لا موجودين في الداتا دي، موجودين في الداتا دي اصلا الشيت الاساسي. الشيت الاساسي اه الموضوع كبير يا استاذ ندى.
فهمت. يعني السلايس بس عشان اعرف عشان اعرف يعني السلايسر بس عشان اعرف اشوف الحاجه دي في الشورتس اللي انا عاملها. السلايسر ده ملوش علاقه بالداتا فيجواليزيشن او بالشارت اللي موجوده قدامكم. ايوه هي كده كده الداتا دي مش من الشيت الاساسي اللي انا شغال عليه اصلا او الداتا كلها معايا. بس انا بس اللفت عشان اشوف الحاجات دي قدام الشورت اللي انا عامله. بالظبط هي حاجه زي كده. فايه بقى اللي حصل؟ بصوا بقى يا جماعه، بصوا بقى انا اقول لكم بقى على حاجه كويسه. احنا ممكن بقى تزود بقى براحتك، يعني ممكن مثلا نقول ايه، احنا عايزين مثلا نعمل ما بين اللون النيفي واللون الريد مثلا، الريد والنيفي. بصوا انا بمجرد ما اختار الريد والنيفي بيجيب لي كل حاجه تخص الريد والنيفي اهو. اهو بصوا لو تلاحظوا النيفي اهو اهي اللون الريد 62% ده في دي في الالوانات، يعني اكتر 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 عربيات بتستخدم اللون الريد وب 62% و 38% في اللون النيفي اللي هو الازرق. اللون الريد موجود في كيا وهيونداي وهوندا. اللون الريد هو والنيفي موجودين في هوندا و... اللي هو هوندا وهيونداي وكيا دي هم دولت. وهنا برضو دي في... بصوا يا جماعه انا عامل تشارت على اعلى عربيات برايس، وهنا اكتر عربيات مايل ايج او عدد الكيلومترات. في عربيات بتوصل عدد كيلومترات لكن سعرها قليل وهكذا. فاهمين قصدي ولا لا؟ الجزئيه دي مفهومه. كل ما تقعدوا تفلتروا على حاجات كل ما حاجات هتظهر اكتر. يعني تعالوا مثلا نفلتر على مثلا على نفك الفلتر ده كده خالص، نفك الفلاتر دي كلها اهي. كل ما العربيه الكيلومتر بتاعها بي يعني بيبقى عالي كل ما هي بتكون اقل في السعر، ده اللي انا اعرفه. انا ما اعرفش بس اقول لك اهو. بص يا ستي اهو بصي ركزي اهو، ده كده السلايسر بدون فلتر نهائي تمام. يعني شايفين الداتا شكلها ملعبك ازاي؟ صح ولا غلط؟ هو بس الصوت بدا يقطع تاني. الداتا ايه؟ انتوا كده سامعيني كده كويس؟ اه تمام كده تمام. شايفين الداتا ملعبكه ازاي؟ دي مش داتا، دي ده 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 ضايع، ده الدنيا ضايعه صح كده؟ طب صح كده ماشي. تعالي يا ساره وندى يعني معلش يعني ساعدوني في اللقطه دي. لا حضرتك اتفضل. ماشي نفلتر مثلا على ايه مثلا عشان نضيق بقى البحث شويه؟ نفلتر على العربيات نفسها والاماكن اللي هي نفلتر بقى الاول على السنه. هي كده العربيات السنه الاول يا ستي. تمام السنه والاماكن. اي سنه انا اختار مثلا وليكن انا اختار 2021. اهي بصي الدنيا ابتدت ايه تتظبط اهي شويه اهي. تحبوا لون ايه؟ يعني تحبوا مثلا قولي لي مثلا انت يا ندى مثلا معلش عايزه بس اكد حاجه دلوقتي. احنا السلايد دي بتقول لنا ان فلتر اكتر ادق على الحاجات اللي موجوده في الشارت، بس انت بتقول هي كده كده واخده من الشيت الكبير من بس الاساسي. بالظبط واخده ثلاث حاجات بس، بنتكلم في ثلاث حاجات اللي هو اللون والبرايس والبتاع صح كده. انا عامل الشارت على ثلاث حاجات اللون والبرايس. ايوه ده اللي انا قصدي. انا عامل الثلاثه دول بيجيب لي كل الداتا بتاعتها بقى اللي جوه. بالظبط ركز بس اللقطه دي. السلايس ده بقى جاي لي من السنه يعني جاي لي من الشيت الاساسي. طب تمام. طب افرضي بقى في السلايس انا مختار انا يعني مثلا هنا مفيش سنه يعني هنا مفيش سنين في التشارت مفيش سنين، فانا ممكن هنا انا عايز اعرف يعني الالوانات اللي كانت موجوده سنه 2017. لما اجي ادوس على 2017 هيجيب لي الالوانات اللي موجوده. انت فاهمه قصدي ايه؟ ايوه انا فاهمه انه هيتكلم في نفس حته اللون، هيجيب لك اي داتا بقى تخص اللون. هيجيب لي اي داتا تخص اللون في سنه 2017، وهنا هيجيب لي تمام. اي داتا تخص المايل ايج او اللي هي سرعه الكيلومترات او ايا كان في 2017، وتحت برضه هيجيب لي اسعار العربيات في سنه 2017. كده الكلام واضح؟ تمام
طب تمام. طب لو احنا ضيقنا البحث شويه وقلنا ايه سنه 2017 ونختار سعودي السعوديه الدنيا ضيقت اكتر. طب لو قلنا نختار اللون البلاك الدنيا ده لا نفك الفلتر دي كده او ثواني عشان ما اعرفش الماوس مالي اهو ونختار اللون البلاك الدنيا ضيقت اكتر لا برضو اللون البلاك الدنيا ضيقت اكتر. طب ايه رايك نختار مثلا اللون اهو بصي لو تلاحظي هنا بصي بصي اهو 2017 في السعوديه اللون الاسود بصوا ظهر حاجات كتير قوي الداتا بتاعتها كتير ازاي خدتي بالك الداتا كتيره جدا العربيات كتير قصدك الداتا كتيره اللي ما هي سنه 2017 اكيد فيها عربيات كتيره كانت محققه اسعار عاليه وكانت برضو محققه كيلوهات يعني بصي مثلا عربيه زي عربيه هوندا دي ولا جاكوار دي العربيه دي رايحه خالص دي في داهيه دي المهم يعني سيبك من دي هنزود مثلا نضيق البحث اكتر نضيقه ازاي اللي احنا نختار كام عربيه معينه فورد ومثلا جيلي وجي ام سي وهوندا ايه رايكم كده كده بقت الدنيا بقت اوضح شويه تمام جدا كده كده في راحه في العين يعني شويه عن اللغوصه اللي شويه السلايسر ده يا جماعه السلايسر ده كانه فلتر بس على جنب فاهميني كانه فلتر كده بس على جنب تمام جدا ف تمام تمام كده يا رجاله تمام كده بصوا انا هنعملها تاني بس من اول خالص عشان نبقى على نور بقى خلاص كده لو ضلنا خمس دقايق يعني قصدي في خمس دقايق والسيشن هتقع فنعملها في الخمس دقايق دولت ايه رايكم يلا بينا نتوكل على الله هنمسح ده كل ده لا اله الا الله هنمسح كل تعبنا ده بس اقول لك مش لازم نمسحه خليه على جنب كده معلش خليه على جنب خليه على جنب احسن هنيجي هنا ونيجي نعمل هنا بيفي ممكن نعمل في شيء نعم. شيت جديد نعمل أيوة شيت جديد بالزبط. ونخلي شيت القديم بالظبط ايوه نعمل ليه تعبنا كده ليه تعبنا يروح حاضر بالظبط بالظبط عشان انا يعني صعبان علينا انا امسح بص هنيجي هنا انسرت بيفت تيبل قدامنا خمس دقايق يلا رجاله بقى بسرعه اهو انسرت بيفت تيبل بصوا بقى احنا النهارده هنقفل هنخش على اللينك تاني ولا هيحصل ايه؟ وترتين قفلنا خمس دقايق وهيحصل ايه؟ لا لو قفلنا نخش على اللينك تاني ما تقلقيش يعني انا لما بقفل بقول لكم يا جماعه تمام ماشي بص يا سيدي هنيجي هنا هنيجي بقى على الاوريجن قولي لي هنيجي هنا عند الاوريجن وهنيجي هنا عند الميك كل منطقه فيها كام عربيه وهنيجي هنا كده كده وانسرت ونخليها الباي اهي ايوه اهي ونخلي دي كده هنا ونغير بقى في الديزاين الديزاين اهو يا جماعه اوعى كده ايدك الديزاين اهو نقعد مثلا ايه نغير كده 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 لحد ما نختار الشكل اللي احنا عايزينه مثلا نخلي دي ونخلي بقى الاسم دي كونكشن انتوا معايا كده يا جماعه الانترنت بيقول لك كونكشن ان ستيبل صوتي تمام كده يا جماعه هو بيقطع صوت بيقطع والشاشة كانت بطيئة جدا كده تمام كده لا للأسف لسه الصوت بيقطع طب ثواني بقى انا هفتح بقى من الداتا عندي عشان ايه ننجز بقى لحظة بقى كده لحظة بعد اذنكم انت وقفت في شير انا اسف انا نقلت بقى على الداتا نقلت على الداتا احسن عشان تبقى احسن خلاص نعمل شير بوشن كان شايفين كويس تمام انا كده فتحت الداتا بصوا يا جماعه بصوا بقى ركزوا بقى في اللقطه دي انا همسح دي كده خالص وهنيجي هنا المفروض اللي احنا عملنا كل منطقه بتعمل كام عربيه في خلال السنين اللي فاتت دي كلها خلاص كده وهنروح عاملين انسرت وهنعمل ايه الباي شارت دي
اللي هي الفطيره تمام، وهنروح ساحبينها كده كبيره كده كتير 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 كده اهو، وهنعمل ايه الديزاين بقى. الديزاين عايزين الديزاين يبقى مثلا يبقى الديزاين ده كويس، ولا ايه رايكم يا جماعه؟ او الديزاين ده كويس، ده كويس، ده كده كويس تمام. انتوا معايا صح؟ معاك حضرتك. تمام الديزاين ده كده كويس، عايزين بس نتكلم عن بعضهم شويه. نعم نفصلهم عن بعضهم شويه. نفصلهم عن بعضهم شويه، ما هي دي بقى الفكره اللي انا كنت لسه بدور عليها دلوقتي. الشيب بالتكست ايوه دي بقى مش عارف محمد اللي بتحصل معايا لما يكون اللون الاصفر ده كده صغير خالص كده، ما عملهاش بقى باي. تاني كده هيثم، تاني كده انت بتقول ايه؟ يعني في اللي هو الكولر الاصفر اللي في النص فوق ده، اه ده هو الانون ده فعلا بتطلع معايا كده في الباي شارت، فما بعملهاش باي، بعملها لاين او ستاك. فانت للاسف تقعد تعملها بايدك، بعملها شكل تاني او ديزاين تاني غير الباي. ما كانش يعرف ان هي بتتفصل، فحضرتك وضحت لنا ان هي بتتفصل، شايفين ان هي بتتفك عن بعض كده بقت احسن صح كده؟ اه ماشي. بس متهيألي ان دي ان الحاجات اللي هي صغيره قوي دي في الباي ما بتبقاش بتسف قوي، في اللي هي الشورت اللي هي الكولومز اللي هي بالطول دي احسن فيها. ما بيكونش واضحه فعلا، فعلا ما بيكونش واضحه. بس انا بحاول والله يا هيثم، انت مش متخيل، انا بحاول بقدر الامكان ان انا اوصل لمرحله ان انا اعرف افصلها. يعني ممكن دي كده مثلا، دي تتعمل دي كده، فاهم قصدي؟ اللي انا بحاول بقدر الامكان ان انا اعمل لها شكها خالص. لان او مثلا دي مثلا حاجات دي، دي مثلا اسمها ليبل، الليبل اوبشن السايز الاينمنت، الاينمنت دي بيقول لك دي الميدل. بص يا جماعه دي الميدل ودي ما اعرفش التوب، دي بقى بتخليها توب المفروض. كويس، دي حلوه الحركه دي. طب بقى تقعد تظبطها. لحظه، بصوا بقى هنا يا جماعه اهي، تقعدوا بقى انتوا التظبيط ده بقى بتقعد تظبط كده اوتوماتيك. او بص حتى اوريزونتال و المفروض ان الكتابه دي، المفروض ان انا لما باجي اختار هنا بيقعد يقلب يعني الهالي. طب اقول لك تعال نشوفها على ديزاين اهو، ديزاين مثلا، ديزاين ديزاين ديزاين، ثواني اهو. مثلا دي كده، لا انا عايز كده كده خالص كده ظبطت. الو كده، انا والله يعني انا والله ما جيت جنب اي حاجه. معلش. نعم كده سامعني كويس؟ كده احسن شويه من الاول. كده كان الصوت بيعلى، كان شغال خالص. طب كويس قوي، ماشي اهو كده كده تمام كده يا جماعه. هتيجوا بقى هنا نعمل هنا، بصوا هو المفروض ان انا لما باجي اختار دي بتختار الالاينمنت. الالاينمنت ده اللي هو ايه، بيبقى يعني المفروض في الليبل اوبشن، الليبل اوبشن دي اهي بختار ان هي بتبقى تبع الالاينمنت. او مثلا دي بيقول لك في ده دي بتبقى اللي هي دولت تكست دايركشن اللي هي بتبقى معكوسه وهكذا في الكلام ده كده، اللي هي دي بتبقى موجوده الكاستم انجل اللي انت تقعد لو عايز تاكس دي بالظبط اهي، الليفت مارجن، توب مارجن بالظبط، حاجات زي كده. انتوا بتقعدوا تلعبوا في يعني ايه في الحاجات اللي بتبقى موجوده دي. دي ونقعد مثلا نظبط دي مثلا اهي كده توب تكست اهي. انتوا كده شايفيني كده يا جماعه صح؟ شايفين. وهنخليها بالمنظر ده كده عايز خلاص. ودي كده احنا عملنا اللي هو كل منطقه عدد العربيات اللي فيها. يعني مثلا عندك السعودي اهي واخده رقم كبير اهو، الازهر، الجولف عربيك وهكذا. تعالوا مثلا نعمل واحده تانية اللي هي انسرت، ونختار مثلا ايه
بين الفيول تايب مثلا. نعم الفيول تايب. الفيول تايب الفيول تايب تبع ايه اللي هي مثلا تبع ال الريجون 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 اهو الفيول تايب تبع الريجون اهو نعمل اهو دي اكزيست وننقلها هنا كده الفيول تايب يبقى الريجون اهي نختارها ونختار الفيول تايب فيول 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 اهو لا الفيول تايب دي هتبقى كبيره يا عايزه يعني انت مثلا لو انا جيت حطيت الفيول تايب وحطيت هنا العدد هيبقى كبير جدا انت فاهم قصدي الريجنز كتير ريجن كتير ريجن كتير بس ممكن نعملها مثلا نختار اهو انسرت ونختار بقى الريجن دي كده مثلا ونختارها بالعكس كده زي ما احنا كنا عاملين المره اللي فاتت ولا دي دي هتبقى كويسه دي كويسه دي احسن دي اهي ونعملها كده كبيره اهو بس ننزل دي كده اهو واهو ونخلي دي مثلا كبيره برضو اهي اهو تمام كده يا جماعه نختار مثلا الديزاين بتاع دي مثلا اللي هو ايه اللي هو عايزين الكتابه تبقى فوقيه بس الفيول تايب دي هيثم بصراحه مش هكدب عليك مش قويه يعني هي بص شكلها مش قد كده يعني احنا مثلا ممكن نختار عربيات عن طريق البرايس بتاعها فاهم قصدي؟ اوكي لان دي شكلها مش قد كده فاهم دماغي؟ او ممكن نختار البرايس او ممكن نخلي كل حاجه بس نخلي يعني نشيل الفيول تايب ودي ونخلي مثلا بالميك اهي بس الميك ده تبقى ضرب نار ونخلي مثلا بس لا بفكر فيها مثلا كمصنع او ديستريبيوتر مثلا انا في المنطقه دي بنزل العربيات الموديل بيستهلكوا هناك فاهم قصدك بس لا يعني هي كبيره شويه يعني بص عدد الحاجه كبيره احنا ممكن يا جماعه ايه ممكن نعملها اللي هي احنا كده دي عملنا اللي هي دي اسمها ايه دي المنطقه بالعربيه كارز كاونت اوف كارز of course بير ريجن بلا بير ريجن وخلاص بير ريجن كده اللي هي كاونت اوف كارز اللي هي عدد العربيات لكل منطقه كده تمام كده يا جماعه وبعد كده هنروح لمين مثلا هنا نختار العربيات اللي فيها لا مش العربيات اصل المشكله ان الداتا كبيره احنا ممكن نعمل طب ممكن نقلله شويه يا هيثم يعني ممكن مثلا نقلل دي كده لحد مثلا 30 ونمسح يعني نجم الداتا دي كلها كده دي كويسه جدا ونيجي نعمل هنا ديزاين انلايز قصدي وريفرش دي هتبقى كويسه وخلاص دي كده الداتا بقت صغيره اهي يا جماعه نعمل بقى اللي احنا بقى عايزينه اهو نختار اهي الداتا نختار اهو انت بتكلمني مثلا يا هيثم الريجن اهي بالفيول تايب اهو والفيول تايب اهو كده بقت جميله قوي اهي كده ارقام كتير كده الداتا اصغر اهي نروح عاملين اهي الداتا اهي خليها دي كده اهي شكلها شيك اهي كمان اهو اهو ونعمل الديزاين اهو ونخلي الكلام اهو طب دي كده شكلها شيك جدا اهي كده اهي ونخلي يبقى الكتابه برضو كده موجود عليها كتابه وكده شكلها شيك اهي صح كده ونختار مثلا واحده ثانيه مثلا زي كم عربيه بمايل ايج وخلاص كده خلصت الموضوع على كده اهي نعمل دي اهي كم عربيه بمايل ايج ونعمل مايل ايج ده افريج واهو ونعمل انسرت نختار مثلا ايه ريكومندد تشارت اي نخلي البار ده البارز دي نخليها كده اهي نشد كده انتوا معايا يا جماعه انا اسف لو انا طولت معاكم في الحته دي بس والله الموضوع حلو يعني الموضوع على فكره فيه لعب اكتر
من اللي انتوا يعني يبقى تحفظه، انت بتقعدوا تلعبوا يعني انت تطلع بنحاول نلاقي حاجه مبسطه بالظبط، انت بتقعد تحسب حاجه واضحه وحاجه سهله يعني عشان الريبورت يكون بشكل كويس جدا وتبقى سهل. ده اللي بتكلم فيه انا بطلع المعلومه. انا الصراحه عجبني الموضوع ده جدا، انا ما جربتوش ولا مره على فكره. ماشي خلاص اهو كده اهو يا جماعه اهو. كده احنا تمام جدا، وهو الارقام والدنيا ايه والديزاين، نخلي الديزاين مثلا بس كده. نروح بقى عاملين ايه انا ده عشان هنروح عاملين ايه في اللقطه دي؟ هنعمل سلايسر. السلايسر اهو هنيجي عند ندوس على اي حاجه هنا ندوس على كلمه انلايز اهو شفت سلايسر، وهنختار مثلا السنه والعربيه الريجن بس كده اهي اهي اهي. نربط السلايسر ببعض يا جماعه زي ما احنا قلنا، نربط السلايسر ببعض اهو نربط ده بس يا جماعه بس انت خدت بقى. لا بص خدوا بالكم من اللقطه دي، اللقطه دي حلوه قوي. مش احنا كنا فاتحين هنا شيت 2 اللي احنا كنا شغالين عليه ده صح؟ لما باجي اعمل السلايسر ده بيجي يطلب مني ان احنا نربطها بكل الريبورتات الثانيه، عشان كده انت بتسلكت من كذا حاجه هنا، واحنا عاملين ثلاثه. انا حدد لي شيت، علمت هنا على فكره من الشيت 2 او الشيت 4 محدد لي، يعني انا ممكن احدد برضه شيت معين. بصوا يا جماعه انا بمجرد ما هغير حاجه هنا هتسمع في الشيت الثاني كمان. متخيلين ده انا؟ طب بصوا كده لو انا غيرت هنا، بصوا المفروض ان احنا واقفين على كام؟ على ان اللون هناك، وان السنه دي سنه كام؟ احنا مختارين ما هي دي اتعدلت في السنه وسعودي. بصوا احنا مثلا قلنا مثلا لاند روفر وهوندا وكريزلر، تعالى بقى ندوس بقى هنا كده 2013. هاي بص اتغيرت ده الموضوع جامد جدا. يعني عمل لينك للتو شيتس كمان. ايوه بالظبط، انت عملت مش الشرط اللي قدام بس بالظبط. بصوا اهو، فدي كده الدنيا تمام جدا. فكده الموضوع حلو جدا يا جماعه اهو. بصوا اهو تختاروا مثلا اهو 2000 مثلا 11 2011 فيها تويوتا والرياض بس كده. طب لو احنا اخترنا مثلا 2011 و2015 طب 2018 اي. بصوا داتا تحفه والله يا جماعه والله. معلش انا اسف الموضوع، معلش انا افتح الكاميرا بعد اذنكم يعني. الموضوع ممكن يكون رخم شويه بس والله الموضوع فعلا حلو. يعني انا اسف لو انا طولت عليكم في الارقام وكده، بس والله العظيم الموضوع فعلا حلو. الموضوع لعب بقى، انتوا بتقعدوا تلعبوا لحد ما تطلعوا اي رقم كويس للشكل اللي انتوا عايزينه بس. تمام كده يا رجاله؟ تمام. انا خلصت بس كده. بس كده احنا كنا بنلعب النهارده بس كده. انا لما اجي ابعت حاجه لمديري او لما اي حد يبعت حاجه لمديره طبيعي ان هو هيظبطها بقى بدماغه هو، يعني اللي هو ايه اللون ده حلو، الشكل ده ما اعرفش ايه، طب عايزين نعلي، طب عايزين نكبر. انت تقعد تلعب يعني، انت مثلا بمجرد ما تدوس على الشارت هنا هتلاقي هنا الديزاين وهتلاقي هنا فورمات، وتقعد بقى تلعب في الاثنين دول. انت مثلا تقعد تختار في الديزاين، تقعد تختار مثلا في الاشكال، طب عايزين مثلا اديت شارت، طب اكس ما اعرفش ايه كلام زي كده. يعني بصوا يا جماعه، بصوا اللقطه دي الاكس دي مثلا الحاجات اللي بتبقى اكس تايتلز مثلا دي، تقعد تحط هنا حاجات الاكس دي تحط تايتل تحت يعني مثلا الداتا ليبل. بص بقى لحظه بقى، الداتا ليبل دي اهو اتيت شارت داتا ليبل في السنتر اهي داتا ليبل في اخر حاجه فوق اهي دي هيثم دي بقى اللي انت كنت محتاجها.
دي لا هي انت كنت محتاجها ودي اللي انا كنت عمال ادور عليها تلاقيها اهو ده شكلها هي دي في الكاميرا دلوقتي هي دي الوحيده اللي انا بعرف هي دي الوحيده اللي انا بعرف اعملها بقول لك دي الوحيده اللي انا بعرف اعملها بالظبط انا بغير ال كويس كويس بره البيز ولا جنب البيز او فوق البيز تشينج كولر بص دي مثلا اهي دي نعلل دي مثلا لا نخليها ابيض اهي ابيض اكبر الفونت بتاعها اكبره واخليه بولد مثلا اوضحه ودي مثلا نعمل ال دي الشكل ده مثلا اهو نخلي مثلا في الديزاين اهو نخليها في الداتا ليبل نخليها اوتسايد 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 فين اوتسايد اهي اوتسايد دي بقى او نخليها في الايه في الاند في الاند داتا ليبل في الاند كل كلر بس بتسلكت عليه لازم تعمل نفس ال بالظبط مفيش مشكله اهو نخلي الكلر اسود ونكبر الكالر انا قلت بس احنا في الكولوم بتاع اللي هو الاورنج عملنا فيه كده لازم الكولوم الازرق برضو لازم نعمل نفس الكلام تعال نخش في دي تعال نعمل هنا كده في الداتا ليبل اهو نقف هنا كده الداتا ليبل الديزاين الداتا ليبل اهو نخليها كده ولا كده ولا بيست فيت ولا داتا كولكت نخلي دي حلوه دي عايزه دي حلوه دي هتبقى شكلها احلى ونخلي دي كده نكبرها كبير كتير 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 بس كده تمام ونيجي اهو مثلا نختار بقى مثلا جده او جازنده او في السعودي تعال نقلل بقى احنا عايزين نقلل الشكل ده كده شويه اهو نشيل دي كده مثلا نفك الفلتر نفك الفلتر نيجي مثلا سنه 2011 اهو 2015 لا انا عايزين نفك الفلتر خالص اهو 2015 برضو نشيل دي 2015 طب 2015 و2017 وهكذا جولف ارابيك وما اعرفش ايه وخليناها اوتسايد على فكره يا جماعه انا فعلا فعلا مبسوط جدا والله انت فعلا بتقعد تلعب في الاماكن دي يعني بتقعد تلعب في الاشكال فاهم قصدي انتوا بقى ودماغتكم بس فانا بس ف انا كده يعني انا كده انهيت الاكسل بس كده بس كده بس هو ده الاكسل هو ده الاكسل على فكره انا نزلت كل حاجات البيزك الحاجات اللي انتوا اي الاساسيه اي حد يقدر يشتغل بيها يعني لو هو خد الاربع محاضرات دول وذاكرهم كويس هيروح اي شركه يشتغل بيهم بس كده هو انا فعلا في عندي امتحانات اكسل كده هحلها والحاجه اللي تقف قدامي يعني هرجع لحضرتك انا تحت امرك شكرا لسه من حوالي اسبوع لسه في واحد من حوالي سنه بيكلمني في حاجات برضو في مشاكل في الاكسل فانا تحت امرك شكرا لحضرتك شكرا ليك شكرا جدا ليك ولوقتك شكرا لحضرتك جدا ما كانش نفسي والله الكورس يخلص يعني خلص بسرعه جدا صراحه انا بحبكم شكرا جدا ليكم انا فعلا مبسوط جدا اقسم بالله ومبسوط جدا جدا من اللي انتوا عملتوه معايا انا فعلا وان شاء الله انا هسيف اهو الشيت اهو والشيت ده انا سيفته خلاص كده اهو بيتسيف اهو وان شاء الله ان شاء الله هبعته لكم على الجروب دلوقتي وعيشوا بقى في براحتكم شكرا جدا ليكم يا جماعه انا مبسوط والله العظيم انا قعدت معاكم وان شاء الله شكرا استاذ محمد والله احنا استفدنا منك والله ربنا يبارك فيك والله اتشرفنا بمعرفه حضرتك وبالتيم كله ما شاء الله عليهم يعني ذوق ومحترمين جدا شكرا ليكم يا جماعه انا مبسوط جدا وان شاء الله ان شاء الله ربنا ينجحكم ان شاء الله وتبقى حاجه كويسه اللهم امين يا رب العالمين شكرا لحضرتك كل وقت حضرتك مع السلامه مع السلامه مع السلامه بعزكم مع السلامه شكرا